اهلا بكم شباب بفيديو جديد على قناه ليدو جيمز واجمل العاب العالم المفتوح، اللعبه اللي انت عمرك ما هتمل منها ابدا، لعبه بروجكت ستارز موبايل. اهلا بكم من جديد في منزل المتواضع في لعبة بروجكت ستار موبايل، اللي فعلا اللعبة تعتبر من اجمل العاب العالم المفتوح اللي تخليك تسرح بخيالك، تخليك تعمل حاجات كتيرة جدا داخل الجيم، وده بيبقى من حاجة واحدة بس اللي انت عشان تعمل كل الكلام ده كله، وهو اللندر اللي انت اساسا نزلت بيه في بداية الجيم. واللندر هو الاساس اللي بيخليك تنشئ وتصنع كل حاجة. في طبعا مجموعة مهمات كتيرة هتلاقيها موجودة داخل اللندر، مجرد ما انت بتضغط عليه بتضغط ريسيرش فبيظهر لك مجموعة المهمات اللي موجودة دي. كل مهمة دول طبعا محتاجة منك مجموعة موارد، والموارد اساسا هي موجودة حواليك في المكان اللي انت فيه، سواء كان على اي كوكب انت عايز بتروحه في موارد هتلاقيها موجودة. انت مجرد بتضغط على المهمة بيظهر لك هنا وبيظهر لك هو محتاج قد ايه من الموارد. بس في نوعين من الموارد، موارد اساسا اللي هي الموجودة حواليك، وفي موارد انت محتاج تحولها لحاجة تانية، مثلا لمواد خام او حاجة تانية، ودي بتحتاج منك جهاز تاني خالص، هو جهاز الورك بانش. في جهاز اللي هو الورك بانش ده برضو انت بتصنعه اساسا من اللندر، ده برضو بيجي من المهمات، يعني برضو الورك بانش ده برضو بيجي من المهمات اللي تطلب منك. لكن انت لما بتروح بقى، انت دلوقتي عندك الورك بانش ده لازم يكون موجود، عشان ده بيصنع لك الخامات اللي انت محتاجها. فمجرد ما بتضغط على حاجة انت تقدر تحولها للخامة اللي انت محتاجها عشان خاطر تستخدمها في الحاجة اللي انت عايز تصنعها. لو بصيت على ايدك الشمال هتلاقي الماب وفي علامة السيرش اللي موجودة، مجرد ما انت بتضغط عليها بتظهر لك مجموعة الموارد كلها اللي موجودة. انت بتضغط على حاجة اللي انت محتاجها، يعني انت محتاج موارد الموجودة عشان تصنع حاجة، فهو بيديك مثلا حاجتين او ثلاثة، فانت بتجيبهم حاجة حاجة، بتضغط على حاجة منهم بتظهر لك. انا مثلا ضغطت على الستون اللي هو الحجارة، فتلاقي بيعمل لك بحث كده كشف للمنطقة كلها، وبيحدد لك المكان اللي فيه الموارد بتاعتك. المجرد اللي انت تروح عنده وتكسر الحجر اللي موجود وتاخد الموارد بتاعتك، وانت بتشوف بقى العدد بتاعك انت محتاج قد ايه، وعلى طول بتاخد المكان كله بتفضل تجمع فيه الموارد اللي موجودة دي. في شخصيات بقى بتظهر معاك في المكان، ودي بتيجي طبعا لما المستوى بتاعك، كل ما المستوى بتاعك بيعلى بيظهر لك شخصية. الشخصيات دي بتدي لك مهمات برضو نفس النظام، بتدي لك مهمات، ومجرد ما انت بتنفذ المهمة بترجع لها تاني تستلم هديتك. هي طبعا هنا النظام كده، بتأمرك مثلا بحاجة معينة انت بتنفذها بتعملها وبترجع تاني تاخد الهدية. ده النظام الشخصيات اللي موجودة اللي بتظهر عندك. نسيت اقول لك بقى ان في برضو مجموعة من الشخصيات اللي هي الفضائية بتبقى موجودة في المكان اللي انت فيه، وبقى جنب منها صندوق، الصندوق ده بيبقى فيه هدايا. طبعا الحاجات دي اضافت حديثا مع التحديث الجديد في اللعبة، فانت دلوقتي الجولد ده تلاقيهم موجودين في كل مكان، وبقى في شخصيتين موجودين انت بتقتلهم وفي جنب منهم اساسا صندوق، يعني بعد ما بتخلص عليهم بتروح للصندوق بتفتحه في مجموعه برضو من الهدايا انت بتاخدها ليك. ده برضو الحاجات دي كلها بتستفيد منها في الموارد اللي موجوده كلها، لان في حاجات بتبقى نادره برضو محتاج منها ان انت تجمع منها حاجات كتيره جدا عشان خاطر يعني تكمل المستويات بتاعتك او الحاجات اللي انت محتاج ان انت تصنعها. طبعا هنا بقى انا عامل بيت كبير جدا جدا، واحلى حاجه في الموضوع دوت ان انا حتى لو تهت ورحت اي كوكب تاني بقدر اجيب البيت اللي انا عابنه اوديه للمكان الجديد اللي انا ببقى فيه، فببقى دايما متنقل معايا. طبعا انا عامل هنا هي الصاله الكبيره اللي انتوا شايفينها دي، طبعا كل الحاجات دي انا مصنعها، وعندك الشاور الخاص بيا برضو، عامل شاور في المكان تقدر تستخدمه على فكره، ده برضو من اساسيات برضو المهمات اللي تطلب منك الشاور، بتقدر ان انت تستخدمه جوه، هو برضه حاجه حلوه كده. هما لما بتخش انت الشاور
بيعمل لك ظلال على الجسم كده يعني، كأن حاجة عيبه كده، بالرغم اللي هو أساسا لابس هدوم يعني، هو مش عريان ولا حاجة، بس هو برضو هو حاطط لك دايما الحاجات اللي زي دي، هتلاقي عامل لك ظلال على الجسم على أساس إن ده عيب ما ينفعش اللي هو يبان. وجنب منه هنا بقى للأسف برضو، معلش برضو هوريه لكم، اللي هو التواليت الخاص برضو لو أنت عايز تخش الحمام ولا حاجة برضو هتلاقيه موجود، ده برضو زي الفل، وبرضو عامل ظلال برضو على المناطق اللي هي الحساسة بتاعتهم، ببقى عامل ظلال عليه على الرغم ان هو اساسا برضو لابس هدوم يعني، هو الموضوع عادي. بس يعني ده البيت. وفي بقى في الجنب كده عامل اللي هي غرفة النوم، هتلاقيها موجودة كده لوحدها، غرفة مكيفة وزي الفل، على فكرة مكيفة فعلا، التكييف موجود لو خدت بالك، ده التكييف موجود في الوش اهو، ده التكييف ده اللي موجود، ده كده تكييف، دي اللي هي غرفة النوم. وطبعا عامل قاعدة حلوة كده وجميلة وظريفة. وطبعا في اللوكر، اللوكر ده انت لو انت عايز برضو تعين حبة حاجات انت برضو يعني، عشان طبعا الحمل بيبقى سوايا بيبقى كبير في الحقيبة بتاعتك، فانت محتاج ان انت تفضي حاجة منه او تحتفظ بحاجات تانية، فاللوكر انت ممكن تعمل اكتر من لوكر داخل المكان. طبعا البيت بقى في الروف فوق بقى حاجة تانية، الروف ده انا سايبه بقى للتصنيع اللي هو الطيارات والسيارات والكلام ده كله. إيه انا عندي هنا حاجتين، اللي هو السيارة موجودة، واللي هو الدراجون ده اللي انا بستخدمه دايما على طول، لكن في طيارة بقى دراجون فعلا، طيارة دراجون زي الافلام اللي هي الجميلة جدا، إيه زي افاتار والكلام ده، عارف انت الطيارات اللي بتيجي في افاتار، انا عندي الطيارة ديت بس محتاجة اللي هي تجميع، بس انا لسه بصراحة ما جمعتهاش، لان يعني عايزة وقت كده وقاعدة عشان خاطر اجمع الطيارة، لان لها نظام معين ومحتاجة حاجة حاجة عشان اعرف اجمعها. المهم يا شباب عشان يعني ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده، اللعبة تحملها هتلاقيها موجودة على متجر التاب تاب، او موجودة على صفحة الديسكارد الخاص بلعبة بروجكت ستار، تقدر ان انت تخش وتنضم ليهم وتاخد الرابط بتاع اللعبة وتحملها بعادي جدا وتلعبها. وكده اكون وصلت لنهاية الفيديو، لو عجبكم الفيديو يا شباب ما تنسونوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات كتيرة جدا. سلام.